تعال تعال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شو أخباركم؟ والله زمان على التحديات، وخصوصا تحدي الطبخ. اليوم مو بطبخ، اليوم أفضل واحد أو أفضل فريق يسوي عصير. بما أنه صيف، بما أنه صيف، فزي ما تشوفون لابسين طبعا تيشيرتاتنا. الفريق الأبيض، أنا بدحهم كفك حبيبي. الأسود يا حبيبي، مشجعين. أوه، هذا لابسين أسود ولابسين الأبيض؟ احنا ريال مدريد. وترى بابيونا في لبس أبيض، يعني ريال مدريد ما شاء الله عليك. والله هي فكرة. المهم الحين بنروح للسوبر ماركت بنشتري، أنا ودحوم فريق بنشتري شيء خاص فينا. لحظة ما فهمت تحدي زين، يعني التحدي أنا أسوي بحالي ولا فريق؟ لا، أنت وياه، أنت عبد الله تختارون الفواكه اللي تبونها وش بتسوون. ما لنا تجربة. ومن يقيم؟ الجمهور ما يذوقون، بس انا اتوقع تعرفون من الشكل ومن الطعم. فان شاء الله الحين راح السوبر ماركت بنشتري انا ودحوم مكوناتنا، وانتم اشتروا مكوناتكم، ثم نرجع البيت ونسوي. سؤال العصير. تفضل. فيها قيمه محدده يعني؟ شف المكونات ماكسيمم 300 ريال. طيب شف، عندي يعني بقول شيء، ممكن نحط مكونات غير يعني فواكه، ممكن نحط سكريم. ايه كيفك، اهم شيء يطلع بالنهايه عصير. تبي تحط خضار، تبي تحط خيار، عصير خيار، ما لي بس انا وياك مضبط. ما لي عصير لحم. اسمعوا، يلا الحين بنروح سوبر ماركت. يلا طيب، قبل شوي وصلنا السوبر ماركت، هذه السله معانا، كل واحد مع سله. الطبقية انت، انا بختار وانت. يعني انا قلت لك المشروب حلو. وشو؟ الوقف. لا تعلمه واصبر. فالحين بنبدا ان شاء الله نسوق. هم بيمسكون الكاميرا مرة، بعدين أنا نمسكها مرة، أوكي؟ فالحين يلا بسم الله، لنا 5 دقائق ماكسيمم صراحة. هذا حوم، إيش رأيك؟ وشو؟ إيش رأيك ناخذ أول شيء تفاح؟ يلا. إيش المكونات؟ ما أدري. والله ما أدري. مو إيه أكيد مشكل، بس إيش؟ بس ناخذ فواكه نادرة. تفاح أوكي، مو بنادر، بس يعني. عصير مانجا يا أخي، طلع ثقيل عصير. يلا صعد. هذا اول شيء بناخذ ان شاء الله تفاح. يلا ترى ما طلع وجهي في السالفه. ها؟ السالفه. كم ناخذ؟ ثلاثه؟ هذا اربع. والله ما تفتح. خمس. يلا بس ثلاثه يكفي خلاص. ايش رايك ناخذ موز؟ شو اسمه؟ فراوله. اي والله قدام. ها؟ ايش رايك؟ ايش تبي انت؟ ايش تبي؟ قزقز. اي لا تخش. لا تخش. لا تخلي ناظر، لا تخلي ناظر. شوف معهم موز ترى والله مرة. ايوه والله. ايش رايك ناخذ توت؟ هذا توت، او شيء خذ هذا. هذا توت. امسك. طيب هذا لا مو زين. ذا اثنين اسود. لا هذا حلو، بس في واحد زيه شو اسمه. اي نوعين. اي والله انت فنان وانا ما ادري. انا ما عمري ناخذ بذره معه. ما شاء الله، انت ما خليت شيء ما اخذته. خش الحين. لا شوفوا، انا ما همني الطعم، انا همني التقديم. فبحط كذا عصير طبقات، فابي الوان كذا اصفر احمر. شوف، اول شيء خذ الفراوله والموز والمانجا. والله مو بس خذ هذا. لا هذا لون ثاني، فهمت؟ اوكي، اهم شيء اللون يطلع لونه حلو. او التفاح الاخضر. اخضر ولا هذا؟ كله لونه واحد، ما له دخل. طيب يا اخي، احس المانجا لازم تجي. مانجا، انت شكلك مستي مانجا. بس بناخذ نعناع عشان نضيف للعصير نكهة نعناعية. ايش رايك بالفكرة؟ وش تسوي انت؟ يعني عندهم. شوف لحظة، ايوه. ها؟ نبغى شوية، بس واحد يكفي. هذا خلاص يلا. طبعا انت قاعد تصور هنا صح؟ والله انك قاعد تصور هنا في مصور. وش ناخذ يا دحوم؟ ثلج؟ والله ناوي تخلي العصير انت مرة. كتمة جواه. حط. اسلم. شيك. باقي ناخذ والله ما ادري. سمبوسه؟ سمبوسه. وش دخل سمبوسه؟ سمبوسه. مهبول انت. سمبوسه. نعجنها، قلنا نحطها. الحين نبي ايس كريم، بس ما ادري وش اخذ. والله انا شوف نصيحة، تاخذ ايس كريم السندويش. انا اقول هذا. سطل. لا عادي، لا انا اشوف السندويش ليه؟ حتى طعمه ترى يطلع احسن. عليك. طب ناخذ حليب. حليب؟ والله حليب. ايس كريم بالحليب. كذا يكون خلصنا. خلصتوا؟ ايه خلاص؟ احنا خلصنا. طبعا ما ادري هم الشرو بس يعني. لا تطل ترى قاعد يطل والله. فالحين بنروح نحاسب، بعدين بنروح البيت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصلنا المطبخ سعود اخوانا. مستر دي افريقي. مستر
ان شاء الله وش يقدمون مكوناتنا؟ اناناس، فراوله، توت اسود، وهذا توت هذا ولا هذا توت احمر؟ توت احمر وش اسمه، ونعناع وتفاح. هذا وشو بس الاخضر؟ نعناع. الله يعين. هذا نكهه في العصير حقك. اتمنى صراحه. نحط كده حركات بس نضبط كده نضبط كده. طبعا بنشغل التايم 3 دقائق. اوكي شغلنا التايم بسم الله. تشوش عندهم انت كنت تفكر تعطيني وانا بحط. اوكي طبعا غسلناها قبل. عبد الله حاول تشوشر عليهم يعني. عبد الله خويي. عبد الله خويي. عبد الله لا 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 تبدا بالاناناس. احنا نبدا بالاناناس يعني حطها هنا وخويك يشتغل عادي. فكر عطني اثنتين بس فينا اثنتين. الناس اناناس الوقت كم؟ عبد الله علمنا الوقت كم؟ ها؟ توك ضبط 30 ثانية. افترض ثلاث دقائق بس. بس تبي واحدة ثانية؟ تبي واحدة ثانية؟ أيوة. تبي ثانية؟ تبي ثانية؟ فك. ديك في فراولة دحوم ولا تبي زيادة؟ فراولة. فراولة. هذيك. الله الله. بسم الله. معلش على الطاحات. الحين قطعت كذا أنت؟ باقي تفاحة. وش تسوي انت؟ وش تسوي؟ شغل تجاري هنا. دقيقة وانت ما حطيت شيء في الخلاط. اسمع حط حط حط. خلصت التفاحة. التفاحة لا لا هذا. هذا فوق هنا 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 هنا. حطها. يجي يجي يجي. هي ترى التفاح كبير مرة مقطع. ما عليك ان شاء الله. مو منخلط اقول لك. لا 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 نضمنه شوي بس. بسم الله هذا توت. والله جعت. ما شاء الله. والله العظيم. اتوقع نفوز. ان شاء الله انا اتمنى صراحه من يوم شفت النعناع انا تاكدت. ما قلت شيء انا اقول لك تاكدت صراحه. ايش باقي ما حطيناها؟ وش ذي نص؟ هذه فاهم؟ غش ذكرني ناكل. يلا يلا اخلط. تخلطه؟ ايوه. ايش هي؟ والله ما ادري ايش طبق له. اقسم بالله لو جربته شوي مويه. لا حط كثير. ايه انا اقول هم مستعد. انا اقول مو من ورا من ورا من ورا لفه قوه قوه اعلى شيء. الفوز الاول رايد قبل الوقت دقيقتين و13 ايش تاكل يا حبيبي؟ هذه مساعدة. بسرعة. خمسة أربعة ثلاثة اثنين واحد. الله 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 الله. باقي بس نحط نعناع. عادي صب. عادي. اصبر. والله مغامرة. يا وجه الله اصبر. والله حسي شهي. والله انا لذيذ. اللمسة الأخيرة دحوم. اللمسة الأخيرة. ها الله. هذا هو عصير النهائي مزيج. والله لذيذ. أجرب. دق دق دق. والله النعناع عامل شغل. جرب. عبيت ها؟ والله شكله ما والله لذيذ. صبر والله صبر صبر بس جاي. فيها في كذا من هنا من حموضة حامض. طيب الفريق الثاني سعد وعبد الله كيف الحال؟ الحمد لله. يلا اشرحوا لنا ايش عندكم؟ طبقنا تفاح وموز. ايوه. مع شويه فواكه فراوله وتوت. ايوه. مع ايس كريم. اوه اوه. نزينها بالاشياء هذه. لا تخرب عليهم ها. يلا اصبر نحط التايم. اصبر اصبر. واحد اثنين ثلاثة بدا التايم. بدا التايم ثلاث دقائق فقط. ثلاث دقائق فقط. والله لا لا مو لازم تقطعها كثير. ها عبد الله ايش تسوي؟ ايش تسوي؟ ايش تسوي؟ الوقت ترى والله مجرب قبلكم. وقت مرة يمر بسرعة. مرة يمر بسرعة. ايوه سريع سريع سريع. ايوه ايوه يا موت. ايوه يا موت. والله احس حقكم طعمه كذا يا ايس كريم. ثلاث بس اثنين ايس كريم. وين وشو شلون ينفتح؟ عبد الله افتح افتح.
يلا 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 الوقت ترى بتمر دقيقة الآن. تمر دقيقة. يلا التايم التايم التايم. يلا. طيب. حط التوت عبد الله. يلا الوقت مرة دقيقة. مرة دقيقة. لا ما يكفي 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 بس هذا هو والله خلصت بسرعة افتح اخلط اوه عل 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 بطل والله لونه قهوة وش باقي؟ باقي اشياء؟ وش يبي؟ ترى راح دقيقتين يلا شكرا حط صب 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 عبد الله صب 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 هنا وش تسوي انت؟ صب صب طبقات يعني؟ حركات والله من بيبي صب من النص من النص بيصب من النص افتح افتح ايوه صب 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 يلا ترى مرة دقيقتين باقي دقيقة باقي دقيقة باقي دقيقة يلا ايش معك؟ عطا انت ما انت بلا يطيح كل بس 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 وش الحركات دي؟ اوف ما حقهم حلوة وش ذي؟ يلا باقي 30 ثانية 30 ثانية 30 ثانية فوف 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 اوه والله مدلعين اوه خلصتوا؟ خلصت هذا العمل النهائي قبل ثواني ودقائق قبل ما ينتهي الوقت بشوي هذا هو العمل والعصير النهائي طب واحد يشربه كيف حق عبد الله يلا دحوم جرب حقهم ها الموز كثير والله الموز كثير طعمه؟ طعمه الموز ما يبي يقول حلو ها كيف؟ 8.5 من 10 لا لا هي انا يعني حلو حلو عندنا 10 من 10 صح صح ايوه الى هنا وصلنا نهاية التحدي اتمنى ان هذا التحدي عجبكم انتم اكتبوا اسم الفائز فريق سعود ودحوم او سعد وعبد الله سعد وعبد الله لا تنسوا تكتبون الفائز مين اكتبوا بالبراند وش هي ابيض او اسود اوكي الفريق الاسود وفريق الابيض خلاص انه فريق الابيض يا حبيبي ها لا تنسوا الرابط متجرنا تحت في الوصف لا تنسوا تطلبون هذه التيشيرتات موجوده ايش فيك نشوفكم ان شاء الله في التحدي الجاي مع السلامه